مرحبا اخي وسام. والله يا وسام انا عايز اقول لك حاجه، انت مش طبيعي، اقسم بالله العظيم انت شخص مش طبيعي. انت المفروض الدوره دي تتعمل منهج يدرس لكل اللي عايز يشتغل في الفوركس، تاخد براءه اختراع. يا راجل ربنا يديك الصحه، انت مش طبيعي ما شاء الله. يا راجل ما شاء الله عليك، ما شاء الله. انا الدوره يعني مشت معي بسهوله عشان انا في التحليل الموجي، يعني كنت دارس التحليل الموجي بقالي فتره ومتابعك من زمان، فعشان كده انا الدرس اللي بشوفه خلاص ما مش محتاج ارجع له تاني، الحمد لله. يعني ربنا يديك الصحه. انا دلوقتي ببص على الشارت، اي شارت، حتى لما كنت بتحط تحليلات للشباب اي شارت انا بحلله قبل ما الشباب يحللوه، بيطلع تحليل زي تحليلك بالظبط. الحمد لله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك بروفيسور. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة العلم يعرفوا الكذب. سنقوم بتحليل البيتكوين كما تعودنا يوميا، لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. لا تأخذون الاسم ولا الصورة، هناك نصابين ينتحلون شخصيتي على التليجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى يعني انتبهوا انتبهوا، وحتى على اليوتيوب هناك من ينتحل شخصيتي، فانتبهوا. تضغط على الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، بعدها تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية. ولاحظوا أخوي حسين يحقق تقريبا، أو الأخوي البلوشي يحقق 2218 دولار، مبروك أخي الكريم. يعني لاحظوا قيمة يعني صفقة 2218 دولار، يعني لو تحقق هذا يوميا ف يعني أرباح ممتازة، ولكن هذا لا يأتي هكذا بالصدفة، يأتي بالاجتهاد وبالعلم. كذلك هذا الأخ يحقق، الأخ عادل يحقق 74%، لأنه يعني أنا أعرف طلباتي كلهم وأعرف يعني أعرفهم شخصيا ونحن عائلة كما نقول دائما. أخ عادل 74% مبروك. حيث كذلك هنا أخوي البلوشي يحقق تقريبا 214 دولار في صفقة كما تلاحظون شيبا. هنا كذلك يحقق 400 دولار، غير واضحة هنا 400 دولار، لنرى هنا كذلك لاحظوا ربح آخر من شيبا كذلك سكالبين 214 353، لاحظوا 132% ربح. هذا الأخ يحقق 50% ويقول شكرا لك الأخ وسام، تعلمت من كثيرا، أقوى تحليل أقوى فهم للشرط، بارك الله فيك. هذا غير مشترك بالدورة لكن يحقق أرباح 11%، عفوا لاحظوا 183%، 171%، 54%. يعني الحمد لله الناس تحقق أرباح جميلة وممتازة، 360 دولار، يعني الناس تحقق أرباح يوميا 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 انطلاقا من ما يدرسونه في دوراتنا التدريبية من أسرار واستراتيجيات ومنطق وعلم، وهذا يخول لهم يعني الاحتراف. هذا ما نريد، نريد من المتداولين العرب أن يصبحوا محترفين، لا نريدهم أن يخسروا أموالهم، لا نريدهم أن يذهبوا إلى الأشياء التي تم تخريب دماغهم بها منذ سنوات. هذه مهنة عليك أن تتعلمها، لا يمكنك الدخول إلى هذه المهنة بطريقة غير التعلم. هناك ناس تفكر أنها تريد أن تربح قبل أن تتعلم، غير منطقي، تفكير غير منطقي، تفكير يدل على الطمع لصاحبه ويدل على أنه لا يريد أن يقوم بمجهود. وريني عمل مهنة واحدة تربح فيها قبل أن تتعلمها وتضبطها. لماذا تتعاملون مع التداول بطريقة غير هو مهنة ككل المهن، عليك تعلمها قبل أن تفكر في الربح. في ناس تفكر في الربح قبل أن تتعلم، وهذه مشكلة ومعضلة كبيرة جدا، هي السبب في خسارة أموالكم، لأن هذه المهنة هي أموال كثيرة ولكن خطيرة، يعني تخليك تكون طماع، ونحن لا نريدك أن تكون طماع، نريدك أن تكون محترف بتفكيرك، محترف بطريقة تداولك. لذلك دائما نوفر لكم أقوى العروض، وهذا هو أقوى عرض لحد الساعة وضعته بقناتي باليوتيوب، تحصل فيه على دورة التحليل الموجي من أقوى الدورات في العالم العربي في التداول، ودورة البرايس أكشن من أقوى الدورات في علم المنطق.
34 فيديو، 25 ساعة من المعلومات. إذا اندمجنا بين التحليل الموجي وبين البرايس أكشن وبين المنطق. ذلك قناة العملاء الأكاديمي معروفة أنها مدرسة المنطق. لكن الأهم أنك والأفضل من الفيديوهات أنك ستحصل على 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية ومجموعة النقاشات. نحلل في هذه القناة يوميا صباحا ومساء من الاثنين إلى الجمعة كل الأسواق، فوركس، كريبتو، أسهم، مواد أولية. هذا التحليل اليومي هو عبارة عن دورة تدريبية لوحدها، مباشرة معي لوحدها دون حتى الدورات، لأننا نناقش استراتيجيات، نناقش أماكن الدخول بطريقة احترافية، نناقش متى نبحث عن التلاعبات، متى ننتظر، متى نبتعد عن العملة، متى يمكننا المراقبة عن كثب وتطبيق، ما هي الاستراتيجية التي يجب علينا أن نطبق في كل عملة على حدة وفي كل سوق على حدة، لأننا نتداول كل الأسواق لأننا نعتمد على المنطق. كذلك تحصل على 3 أشهر اشتراك في مجموعة النقاشات التابعة لقناة التحليلات اليومية بأخيرة المتداولين لدي، يجاوبونك على أسئلتك، يتابعون معك، يشاركون معك تحليلاتهم، صفقاتهم، وهكذا تجد نفسك منضم إلى مجتمع، إلى عائلة تساعدك، تأخذ بيدك، تتعلم، تطبق وتحقق الأرباح. كذلك إن كنت جادا في التعلم وتفهم أنه الطريق الأول للاحتراف هو التعلم، وليس الطريق الأول للاحتراف هو البحث عن الأرباح وتحقيق الأرباح أولا دون أن تكون متعلم. مستحيل أنك تحقق أرباح وأنت غير متعلم. كيف راح تحقق ربح وأنت لا تفهم شيئا في التداول؟ إذا أردتم الاحتراف هذا هو العرض المناسب لكم. الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك هو الرابط. تضغط عليه، تتحدث معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك، تبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين. لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com. في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحليلها مثل الدليل الأساسي تحميلها مثل الدليل الأساسي للشمولية بني، فقط تضغط على إبداء المجانا تضغط إليك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. وأخيرا وليس آخرا، لا تنسوا الاشتراك في قناة العملاء يعرفوا الكذب مباشر باليوتيوب. وصلنا تقريبا إلى 6480 مشترك، نريد أن نصل إلى 10000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هاته القناة. ستجدون الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو. ثالث رابط، تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ده مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغط على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم لا في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا. طيب البيتكوين، نحن الآن في هذه البنية التصحيحية، وإذا كان هذا هو النموذج الرنين فقد ينزل السعر لكسر القاع، وأنا حاولت أن أستغل هذا النزول إذا أتيحت لي فرصة. أنا الآن بريك إيفن، يعني حتى لو عاد السعر وأخرجني إلى مشكلة بريك إيفن، يعني حامي هاته حامل البيتكوين. ونريد أن نذكركم بأخر، يعني صرتم تعرفون بنية البيتكوين لأن أكررها، لدينا زيادة في الزخم الشرائي بين هذه الموجة وهذه الموجة، لدي هذه البنية هي بنية تصحيحية، مما يعني أنه في بعد اكتمال هذا التصحيح هناك نسبة كبيرة أنه يطير السعر، إلا إذا يعني تغيرت البنية ونزل السعر بقوة وبدأ يصحيح فهذا للنزول إلى مستوى 18 أو 15500 دولار. إذن صرتم تعرفون هذا الأمر. الآن دوري هو أن أكمل بنية هذا التصحيح، ولكي تكتمل بنية هذا التصحيح إذا تذكرتم لما رأينا هذه الحركة مع هذه التصحيح هكذا وقلنا أنه سيكسر القاع، وبعد كسر القاع سنبحث عن الشراء، وبالفعل استغلينا الشراء إلى أن وصلنا إلى نفس طول هذه الموجة نظرية التقفيل. الآن بما أنه تم التقفيل وحصلنا على نفس الطول نبحث عن فرصة للبحث عن النزول لكسر هذا القاع حتى نقفل هذه الموجة هنا حتى يصير هذه الموجة مكتملة. هذا كذلك تصحيح مكتمل، ربما هذا كونتراكت تصحيح مكتمل. إذن 1 2 3 4 5 يعني تصحيح كبنية مكتمل عند كسر القاع. إذا عاد البيتكوين وكسر هذا القاع كبنية التصحيح هي مكتمل، يعني ممكن ينزل يكسر ويتلاعب، لأننا إذا ذكرتم قلنا أنه هاتي منطقة تلاعب، قد يكسر تريند لاين يتلاعب، الكل يبحث عن البيع هنا ويبدأ بالصعود. إذا أردت البيع أنا في هذه المنطقة أحتاج إلى ماذا؟ كسر تريند لاين ثم العودة بطريقة تصحيحية.
وهكذا سأبحث عن البيع مرة أخرى والتعزيز. لا تنسوا أني الآن في بيع. طيب الآن إذا نظرنا إلى فريم الخمس دقائق، لأن هذه الموجة هي على فريم خمس دقائق، قلنا أن هذه الموجة هي على شكل W X Y، والواي هي على شكل A B C، وقلنا أنه كنت أريد موجة دافعة تكسر آخر جدار ثم تصحيح إذا أردت البيع، لكن لاحظت أنه عندي موجة ثم بدأت لدي هذا التصحيح، وقلت مع نفسي أوكي، بما أنه هذا تصحيح هناك احتمال، هناك احتمال إذا حصلت على تلاعب في هذه المنطقة بعد أن يكتمل هذا النموذج، راني انفلات هنا في الوسط 1 2 3 يكتمل هذا النموذج، سأبحث عن النزول بـ بـ يعني بـ بـ بحذر شديد جدا، وعند كسر القاع وهذا القاع أحول وقف خسارتي إلى بريك إيفن، لأنه يفترض أنه لا يفترض أنه يعود يضرب لي وقف الخسارة، خلاص إذا كان يريد النزول خلاص يجب أن ينزل ويكسر القاع إذا كان يريد النزول. فبالتالي الآن أنا استغليت الفرصة من هذه المنطقة، كانت أفضل منطقة ممكن للبحث عن النزول، منطقة ممتازة. الآن هل هذا سيكون هو التصحيح للصعود؟ لأنه لاحظوا ممكن يكون هذا تصحيح للصعود، وهذا ماذا قلنا يوم أمس؟ قلنا يا إما سيعطينا WXY XZ إذا لم يكسر هذه المنطقة، لأن هذا هو آخر جدار، أو يعطينا تصحيح يلغي هذا التصحيح، إذا هذا ربما تصحيح كبير يلغي هذا التصحيح ليصعد لمرة أخيرة تلاعب قبل النزول. ممتاز. إذا أنا الآن بريك ايفن، وقلت واشترط انه اذا اردت البحث عن البيع في هذه المنطقه احتاج الى زياده في الزخم بين اخر موجتين كي ابحث عن البيع. اذا الناس التي لم تستغل فرصه هذا التصحيح، هذه افضل، هذه منطقه احترافيه للدخول، ولكن هذه منطقه امنه، اذا احتاج الى ان يعود البيتكوين هكذا ثم يرجع يعطيني رانين هكذا، ومن هنا يمكن البحث عن النزول مره اخرى. إذا صعد من هنا سأخرج بريك إيفن، وسأبحث عن فرصة أخرى ربما للنزول إذا أتيحت لي فرصة. يعني كيف؟ نفترض أنه البيتكوين، أنا أحلل على فريم خمس دقائق يطلع شوي لفريم 15 دقيقة، نفترض أنه نحن في هذا، لاحظوا ركزوا معي، نحن في هذا النطاق الآن، لأن ستكون هناك تلاعبات إخوتي الكرام، ستكون هناك تلاعبات. إذن نفترض أنه البيتكوين بدأ يصحح 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 وكسر القاع، ممتاز، أعطيني هذه الحركة هنا وسنبحث عن النزول. رانين. إذا الناس التي لم تستغل الفرصة هنا عندها فرصة هنا. طيب للصعود، هل لدي فرصة للصعود؟ إذا كان هذا هو النموذج أحتاج إلى نقص في زخم هذه الموجة، أحتاج أن تكون بنية مكتملة، إذا أحتاج إلى ربما تصحيح هنا ريجولار فلات ينزل مرة أخيرة هكذا، ثم إذا رجع بقوة وصحح سأبحث عن الصعود. كسر هذه القمة سأحول وقت خسارتي إلى بريك إيفن، وهذا في الأول سيكون مستوى 31,000 دولار، هذا في الأول سيكون 39,000 دولار، أوكي؟ على الأقل، أو يعني أكثر من ذلك، يعني قمة، هذه القمة، هذه القمة، هذا معي 31,000 دولار، هذا أول هدف، هذا بالنسبة للسيناريو الصعودي. إذن يا إما يعطيني تصحيحا واضحا هنا زائد نقص في الزخم لكي يبحث عن الصعود أكثر، يعني أحتاج إلى أن أرى ما الذي سيحدث هنا، لأن هذه الموجة غير مكتملة بهذه الموجة فقط وبهذه الحركة القوية وهذه الحركة التصحيحية، فنرى هذا التصحيح هل سيستمر بالنزول؟ إذا استمر بالنزول ممتاز، هذا يقول لي نزول. إذا استمر بالنزول ولم يكسر القاع وعاد واعطاني ريجولار فلات، ممتاز، سأبحث عن النزول من هنا، كسر القاع بريك ايفن واخليه نزل، ممتاز، رجع وصحح، هذا للصعود، كسر القمه بريك ايفن، جس نبض، دائما نحن في جس النبض حاليا، جس النبض، احاول جس النبض، هذه الصفقه هي جس لنبض البيتكوين، هل يريد ان ينزل ولا لا؟ هل يريد ان ينزل ولا لا؟ لانه يعني عوض ان يعطيك رانين ممكن يعطيك اكسباندين كذلك.
ايوه ده يعطيك رنين، ممكن تكون هذه موجه تصحيحيه ويطلع يعطيك اكسباندين وينزل موجه دافعه تصحيح ويبحث عن البيع مره اخرى. اذا انا دائما اجس النبض لانني لا اعرف هل سيكون رانين او اكسباندين. اذا لما تتاح لي فرصه ابحث عن النزول، مثل هذه الفرصه هنا كانت فرصه رائعه، بحثت عن النزول بريك ايفن هنا خلاص امنتها. يفترض انه بعد ما دخلت خلاص يطير السعر، اذا ما طار ورجع خرجني بريك ايفن لا مشكله، لم اخسر شيئا وسأنتظر فرصة أخرى. القنص يجب أن تكون قناص، تنتظر أهم الفرص. قناص ما أراه الآن بما أنه هذا التصحيح ارتد بنسبة 80% من هذه الموجة، قد يكون هذا فقط تصحيح ريجولر كبير لكل هذه الموجة ويصعد لمرة أخيرة قبل النزول، وهذا ممكن اوكي بالنسبة لي. هل ممكن يكون هذا يعطيك تصحيح ثم بعد ذلك موجة دافعة تصحيح ويطير خلاص للواحد؟ نعم، لذلك إذا أتيحت لي فرصة هنا إذا حدث هذا الأمر سأبحث عن الصعود. إذا أنا عارف متى سأبحث عن الصعود بدقة متناهية وفي أي مكان وبأي استراتيجية، وكذلك أنا باحث على النزول وعلى البيع لأنني أصلا استغليت هذه الفرصة وأنا بريك إيفن الآن، إذا عارف لماذا دخلت. الناس التي تريد أن تدخل بيع تحتاج إلى زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، إذا أحتاج إلى أن يكون لدي رانين فلات هنا حتى يعطيني تلك الزيادة في الزخم، وبعد ذلك أبحث عن النزول من هنا. رانين فلات هو الوحيد الذي سيعطيني هذه الفرصة، الريجولر لن يعطيني هذه الفرصة لأنه لن يكون هناك زيادة في الزخم. ستبقى هذه تصحيح وليس هناك زيادة في الزخم، إلا إذا طار بقوة ثم بدأ يصحح، هذه ستكون فرصتي للبيع. إذا أنا عارف بدقة كل الأماكن التي سأبحث فيها، لا على البيع ولا على الشراء. هل ممكن أبحث عن الشراء هنا الآن؟ صعب صعب، لأن هذه الموجة بنيتها غير مكتملة. لو كانت بنية هذه الموجة مكتملة يمكن البحث عن الشراء من هنا. أوكي، إذا كما تلاحظون نعرف بالضبط المناطق التي يتم فيها التحضير، المناطق التي قد تكون فيها التلاعبات، وهذه منطقة التحضير يجب الحذر منها وحددناها، قلنا أن هذا نطاق ونحن الآن وسط النطاق فيجب الحذر، نحتاج أن نخرج من هذا النطاق أولا ثم رانين للنزول، أو نخرج من هذا النطاق ويعود ثم يعود تصحيح للصعود. أي فرصة من هاته ستكون ممتازة، فقط أنا الآن أنا مستغل الهبوط ولنرى هل سينزل ولا لا. وكما تلاحظون تحليل الموجة برايس أكشن تبتني قوتهما يوما بعد يوم. إن أردتم احتراف هذه الطريقة ما عليكم إلا استغلال عروضنا، وآخر عرض وأقوى عرض يمكنك الحصول عليه هو هذا العرض. ستجدون الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو أول رابط، اضغط عليه تتحدث معي مباشرة على الخاص على التليجرام أنا الذي يجاوبك وتبدأ رحلتك نحو 5% ناجحين. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، وأنا العلم يعرفك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.